البنات الهاوته الهاوته 18 درهم يلا نور الشمس كلشي 18 درهم ما كايناش 55 وما كايناش 50 وما كايناش 40 وما كايناش 30 وما كايناش 25 وما كايناش 20 اوعدي ما كايناش حتى 20 يلا حل اخويا نشوف راه برا ليا الكليان اللي بغات تفرج دابا الا قلت لك هذا ب 18 درهم عند افريشه الاخوين صديقي او بنت صديقي اختي اختي لونتي طاش هذه اخطر ليكيداسيون كاينه ولكن راه ما فيهاش العدد دونك 6 متر 6 متر اللي بغى شي حاجه يجي للمحل هذه باش كنصح الناس هذا راه في نهار غتسالي راه بقات في بياسه هذا كتب لي 19 درهم ما غاديش نصوروا حنا كاع تيخلي لكم الهوته حتى كتجيو الناس ديال جميله اونلاين شوفي لي شوفي لي البروكا شوفي اختي شوفي لي اختي وقولي لي واش هذا واش هذا عباد الله 19 درهم هذا كيتسالى كيتجمع حتى كتجيو نتومايا حيت كاينين كليان دابا في المحل واقفين كيتسناو ولكن ما غاديش نبيع 35 متر 19 درهم يا البنات لا مرحبا بك ما بغيتيش انا غنعاود نقولها خيطي فين بغيتي اجي خذي الثوب هاوته وكيبقى لك الاختيار حنا اللي علينا انا ندير معاك ثمن زوين اجي نوريك اختي المبره الغزاله والفنه واللي كان الثمن ديالها تيوصل حتى ل 160 درهم درنا لها في اخر فيديو البنات 90 درهم هاد المره بقاو فيها غير جوج لوينات وكونتيتي قليله داكو السلام عليكم حبوباتي الغاليات مشتركات وكذلك مشتركي قناة جميلة أونلاين مرحبا بكم معايا في أفريشة الأخوين محل دائما تبرعكم بالهميزات واليوم البنات حلقة خطيرة من عند خويا مجيد قبل ما ندخلوا الحلقة أكيد كندير لكم دائما العنوان حنا كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء وأكيد غادي ندوزكم هنا باش تشوفوا مسجد طارق البنات هو اللي كاين في لوفون ديال الزنقيري ملي كتهبطوا كاين مسجد طارق هاد البلاصة البنات كاينة فيها حمام صحراوي يعني المحل معروف جدا مدينة الدار البيضاء غنعاود نقول مسجد طارق البنات دونك منين ما جيتوا هذه هي الطلعة ديال مسجد طارق داكو هنا راه كاين حوايج البال كاين تبارك الله مالا الدواء طب اجيو عمرو الكفيفه وسيرو دونك عواشركم مبروكه اكيد اليوم السي مجيد داير لنا واحد ليكيداسيون خطيره مجيد اهلا مهدي اش خبارك ولدي تحيه المهدي كي داير مجيد لاباس عليك عواشرك مبروكه بالصحه والسلامه ان شاء الله تحيه للطاقم كامل تبارك الله على الخياط ديالنا وجنود الخفاء هو داير لي زيات ما تيسمعش سلام لاباس عليك الله يطول عمرك دونك مجيد اكيد اليوم كاينه الهوته وكاينه ليكيداسيون البنات خطيره وباقا سخونه اشهد الخير اشهد الخير مجيد الهوته ايديسيون يا البنات الوغ الله يطول عمرك الوطن وخارج الوطن وكنشكروا الجميع ان شاء الله ومرحبا بك رجلنا لي واحد الهوته مع مناسبه العواشر الهوته خطير انتم البنات بقى بميكسها بقى سخونه كيما تحطات عيط قال لي جميله اجي تشوفي دونك هذا الرومي البنات اللي غيكون فيه واحد الثمن ما كايناش 55 وما كايناش 50 وما كايناش 40 وما كايناش 30 وما كايناش 25 وما كايناش 20 اوعدي ما كايناش حتى 20 يلا حل اخويا نشوف راه برا ليا الكليان اللي بغات تفرش دارها اللي بغات تهدي لوالديها وبيت العائله اللي بغات تعاود فراش ديال دارها مرحبا بك اليوم الرومي قل من 20 درهم قل من راس المال ديالو ان شاء الله يلا اخويا كلشي فرش مع افريشه الاخوين البنات مرحبا بك قبل ما ندخلوا للهوته لان اليوم سبيشال هوته بغيت ندير لكم واحد الدويره على طليمطات بيان سور حنا عندنا البروكر اللي كيبدا الثمن ديالو مناش من 30 درهم البنات غادي تفرشي بروكار غير بروكار المطلسي كاينه المبره المهم انا غادي ندير لكم واحد الدويره واكيد البنات شوفوا السلعه ديالنا تبارك الله اللي يلاه تخدمات بالصحه والراحه شوفوا لي الموديلات اللي غزاله اي موديل عجبكم عرفوا راه فيه واحد الكود جميله اي موديل عجبهم هنايا مرحبا بكم يلاه هانتوما مرحبا بكم الوغ هنا بشحال شوف 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 البنات هذا لونتيطاج الروميه البنات ها انت اختي نخرب لك وتشوفي تبارك الله الدراري ديال الله تيحلوا في الكوبوات ها انتم السلعه ديال 600 هاي غتبيع عليهم 18 درهم البنات شوف شوفي لي اختي دابا بحال هذا بحال هذا لا هذا الديكرادي ديالو اييه كيمشي معاه داك وعندك الاختيار انك تقلبي كما بغيتي زيد زيد تبارك الله على السي خالد بلال يلا مرحبا بكم شوفوا هذا تا هو راه عنده لونتيطاج ديالو الاوني باردون ديالو هانتي كل واحد عنده ديالها الاونيات راه عندكم ان لارج شوا يلا المهدي راه لوح اخويا زيد زيد اولدي مرحبا بكم 18 درهم البنات الاونيات الناس اللي بغاو العواشر كلشي يستافد هانتي اختي
انت اخت شوف 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 ليا تبارك الله بلال شنو جايب. شوف شوفوا ليا الفن الفريع البنات 18 درهم. يلا اختي اللي ما عمرها ما فرشات غتفرش اليوم واللي كاش هوتها وما بغاتش اليوم تبارطاجي مع هذا الفيديو. واخا علي سمعتيش قال قالك لونتيطاش ب 18. شوف هادي تاهي دخلي معاها اللي بغيتي الاحمر الصفر. شوف شوف البنات شوفي ليا الوانات. شوف داوي على راسك شي حاجه داوي على راسك. البياسه اللي كدير 40 درهم عند افرجه الاخوين البرنوصي 18 درهم البنات. شوفوا الهوته هاد العيد هذا راه ما غادي فين هاد العيد راه ما غاديش هاد العيد ما غيمشيش للبلاد غيبقى هنا تيخوي المحل. يلا مرحبا بكم البنات. شوف شوف الرولو مشى سير سير على الله زيد. هذا اللي كنا ورينا قبيله داك الحمامر يجي معاه غزال. شوفوا الخضر الملكي الرايه المغربيه البنات 18 درهم 360 ريال وعباد الله. كيلو ديال البنان مع كيلو ديال لونتيطاش. يلا البنات شوف شوف وخصوصا ملي كيكون جديد وباقي فيه لا كونتيتي ياك مجيد. شفتوا البنات تبارك الله كاين واحد الهونغار تما داخل 18 درهم البنات والجديد ماشي بقات عندنا متر ولا جوج ولا 10 لا ملي كتكون الهوته راه ملي كتكون شي حاجه فيها لي شوت كنقولوا لكم هذه فيها 2 متر 10 متر. شوف شوفي تبارك الله اختي شوفي اختي شوفي هذا اللي كيمشي لك مع كل شيء الالوان كامله. شوف زواقه كتنطح زواقه ونعاودوا نقولوا ولونتيطاش ب 18 انت اختي عنده الفن عنده المليح. عاود قولها هذا بلال يلا اللي بغات تخيط عندنا مرحبا بها واللي ما بغاتش تخيط اجي اختي ديها الثوب باش ما تكتبوش لنا عاوتاني تعليق لا تيفرضوا ما تنفرضوا عليك لا مولاتي حتى حاجه هذاك الشيء راه كيكتبوا لنا التعاليق الله يهديهم. نعاودوا نقولوها بالبندي العريض يلا اختي بغيتي اختي تخيطي صالونك وسيجورك مرحبا بغيتي اختي دي الثوب وعا 18 درهم لاله يلا اختي الخيال العلمي ملي تنقولوا لك السامبل راه ما كاينش واحد ولا جوج انا ندور نشوف خليك اسيدي ومولاي نشوف شوف 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 السلعه كتاكل الدقه البنات. شوفوا البنات ها هي اختي ها من الباله لعندك مباشره يلا ما كاينش غنبيعوا لواحد واحد يبيعوا لواحد يوصلك اختي ب 55 وب 40 لا اختي من افريشة الاخوين لعندك لدارك مباشرة خيطي ولا ما تخيطيش المهم السلعة هي كتاكل الدقة البنات. شوفي لي هذا اللون عاوتاني شوفي لي لو غون الخضر وتقدري تدخلي معاه اي لون اللون اللي بغات تدخلو معاه تدخلي معاه حتى المارو على حسب كنقول لكم دائما على حسب الدار ديالك واش عندك الضو. شوفي لي الفيولي شوفي لي المدادي اختي هانت المدادي اجي اختي وفرشي صالونك اجي يا لاله مولاتي وضربي لي اختي الكوسانات والكالدويات والله العظيم لونتيطاش الدق هانت وشوفي مسيحة خفيفة وانت انت انت ساليتي شي حاجة واعرة تشوف كاليتي شي حاجة ناضية شوف هذا راه يمشي مع هذا غزال شوف البنات شوف السلعة كتهضر غير بوحدها. انا قلت لك هذا ب 18 درهم عند افرجة الاخوين صديقي او لا تصدقي اختي اختي لونتيطاش ب 18 خلي حايرين جايين عنده نساوو حاير باش يفرش اختي اللي باغا تفقسي العديان وباغا تبدل فراش الدار بثمن رخيص وحنا عارفين الازمه اختي الدخول المدرسي داكشي باش قال لي مجيد غندير لهم ثمن زوين انت شوف 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 شوفي لي لون ينطح لون شوفي لي الديكغادي اختي شوفي لي الرايه المغربيه الله يعز المغرب ديال الدراويش زيد شوفوا زواقه كتحمق هذه زواقه غزاله يا الله الالوان انت اختي انت اختي البحر حداك انت اللي ما سافرتش ما يبقاش فيك الحال شوفي لي الازرقاني شوف هادي الطميطه ديالها انت بتضربيها بالبارد واش تضربي اختي بالزرق الملكي الاول بغيتي تفلاشيها بالصفيف راه ورا فيها ديجا الصفر كيبقى لك الاختيار سي افو دو شوازير هادي ديجا راه حنا درنا الخضر ديالها كاين الكونتيتي السلعه موجوده فوالا كاينه الكونتيتي وكاينه الكاليتي لون اخر عاوتاني شوف 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 ها انتم يا البنات تقدري تدخلي مع اي بيان سور كتقدري مع اللي بغيتي ها هو هذا هذا يمشي معاه شوف يمشي معاه واعر البنات الله يعطيك الصحه وصحابات الهوته وصحابات الصوليده وصحابات بورخوس سارعوا سارعوا شي حاجه يجي عندكم اجي البنات
جامع طارق البرنوصي، الطلعه ديال الحمام الصحراوي، غتلقاي افريشات الاخوين بالبوندي العريض، وغتلقاي تبارك الله هاد الشباب ما شاء الله اللي كلهم طاقه ما شاء الله وايجابيه. دونك باقي ديما في الموديلات، راه ما كاينش شهر 18 درهم، راه تحب شي واحد يجيب سلعه جديده ودير لها جديده البنات، راه ما كاينش لي شوت ولا الرولوات، وهذا راه غير شويه من بزاف. 25 درهم كاينه 35، انا درت 18 كلشي 18. يلا يلا الدخول مدراسي، عارفينكم متابعينكم الشكاير، عارفينكم الادوات اختي. شوفي لي عاوتاني هذا، شوفي لي دابا هذه سلعه 18 البنات، انت هذا الخضر الملكي والزيتي وداخل فيه الديك غادي ديال لو جون، هذا السماوي السماوي والله يداوي. والبنات انت اختي شوفي شوفي لي شوفي لي شوفي لي الثوم، خالد سميتو هذا قال لك نور الشمس، ها هو داخل فيه الاصفراني البنات تبارك الله، لونين نسيف اللون هذا، ضربي مع المارو باش يهبط باش يهدى. هانتي اختي هادي راه ديجا كنا ورينا داك البوردو ديالها والكري تيحمق فيها هنا، عاوتاني البلوروا والخضيدار وهاد لوفيغ راه كاين. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا لي الصفيفر، شوفوا لي عاوتاني هذا توا دوزنا الموديلات ديالو، ها هو لون جديد عاوتاني. هانتي اختي وفينا هو نور الشمس، حتى مازال ما بقى نور الشمس. هذا شي حاجه يجي للمحل، هذا ديال 18 درهم البنات، ما كتكونش فيهم لي فريزو، لان يلاه كتقد الناس ديال المحل، الناس ديال كازا يلاه كتقدهم. حي محمدي سيدي مومن البرنوسي، الناس ديال كازا، الناس ديال خارج كازا، الهوته تنادي ومازال. الله 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 على التموجات، هذا هو اللي قال لكم مجيد لوند البحر داخل فيه البوطو، هذا تبارك الله لوحه فنيه ما شاء الله، 18 درهم البنات. شوفي اختي شوفي لي 18 درهم، الرخام الرخامه يا البنات. اجيو تشوفوا الليكيداسيون اللي كاينه، هذه اخطر ليكيداسيون كاينه، ولكن راه ما فيهاش العداد. دونك 6 متر و 6 متر اللي بغى شي حاجه يجي للمحل، هذه باش كنصح الناس، هذا راه في نهار غتسالي هيك. دونك هذا البروكار، هذا البروكار نهار يتلاح راه في نهارو غيسالي، راه ما نضمنش شي واحد يجي الغد ولا بعد غدا ويقول لي هذاك البروكار ديال، راه ما كايناش هادشي اللي بقى فيه. ايوا بلاتي نقولوا لهم الثمن قبل، البروكار ما فيهش ليفريزون وكيسالي دغيا، فيه 5 متر و 6 متر اللي عنده سيجور صغير، الثمن ديالو تيطير. الثمن ديالو هذا، الثمن ديالو هذا راه كانت شي حاجه، السلعه كانت 120 درهم 90 درهم، اليوم راه غندير لها 19 درهم. 19 درهم البنات، تخيلي معايا، لا غلا على مسكين 19 درهم، ولكن كميه محدوده، درا في 3 بياس. شوفي لي البروكار اختي اللي عندها شي سيجور، والله العظيم الا شوفي غتدي الهوته بامتياز. 6 7 ها انتوما، شوفوا البنات شوفي لي باش ديري حتى الفرماجه، شوف ما يمكنش، هاد راه كله بلون كاسي البنات، راه حيت هنا كاين الضو صفر شويه ضارب علينا، ولكن راه شوف 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 البنات، شوفي لي البروكار كي داير، البروكار مطلاسيه البنات، ارا ليا شوف غادي نمشي نقرب لكم باش تشوفوا. 19 درهم الهوته، ما فيهاش العدد وما فيهاش لي فريزون، نهار كتسالي هذيك حيت كاينين الناس، كاين الناس كيحضيو هاد الهوته، دونك الناس اللي بغات الا عندك شي حد في كازا قول لها سيري للمحل خذي ليا، ما كاينش لي فريزون فيها، الله يرحم لكم الوالدين. ها انت اختي شوفي ليا شوفي ليا اختي 19 درهم البروكر عباد الله والعيالات والبنات، شوفي ها انت 800 درهم ومن 120 درهم ل 19 درهم، شوفوا داكشي كامل اللي تما كاينه ولكن كميه قليله. ارا ولدي لوح نشوف، ها انت اختي انا كنحاول نقرب لكم الهوته، ها انت اختي البروكار بجميع الاشكال، كاين البروكار العادي كاين المطلاسي 19 درهم، هذا تا هو مطلاسي، شوف الاغلبيه مطلاسي، شوف شوف هذه ديال 80 حتى هي غتبقى، شوفوا شوفوا لي هذا البيج طوب تيحمق تيحمق البنات خطير، شوف هذاك باقي فيه شويه، هذا عاوتاني حتى هو لا ميم شوز، كاين هذا تبارك الله، شوف والله العظيم هادشي كون خرجوا برا لبقات في بياسه، هذا كتب عليه 19 درهم ما غاديش نصوروا حنا كاع، تيخلي لكم الهوته حتى كتجيو الناس ديال جميله اونلاين. شوفي لي شوفي لي البروكار، شوفي اختي شوفي لي اختي وقولي لي واش هذا، واش هذا عباد الله 19 درهم، ها شوفي عاوتاني الوريضه هانتي، وشوفي لي هذا، ها انتوما البنات ها انت اختي، الناس كتسول امتى غتحل فيديو، باقي غنسالي منو غنجمعوه، ما غيتباعش هذا، يا كم جيد هذا، هذا كيتسالى كيتجمع حتى كتجيو نتومايا،
حيت كاينين كليان دابا في المحل واقفين كيتسناو ولكن ما غاديش نبيعو لهم. انت شفت الفيديو؟ 35 متر. اختي 35 متر 19 درهم. يا البنات هذه هذه هي بروكا ديال 40 درهم. يلا مرحبا. اكيد غادي ندخل البنات باش نعطيكم لي ديتاي والاثمنه ديال البروكار اللي فيه تبارك الله الله يحفظك فيه فيه ان لارج شو عندك البروكار العادي وكاين الماتلاسي كاين المبرا البروكار العادي كاين الماتلاسي كاين كلشي كاين اييه واليوم غيكون ثمن زوين البنات اييه نبداو هذه جديده حاجه زوينه هذه البنات سواقه ديال السي دي لان فيها السي سي دي فيها الكروم ديالها فيها هذا السيال ديالها فيها الكري ديالها وفيها البيج ديالها شوف لي الزواقه كي دايره تتحمل الكرونه ديالها الكرونه مخدومه بالشكليه اييه هذه الزواقه اللي قلت لكم الورده بحال هكا يلاه اسمع 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 الشالدو ديالها ها هو كيفاش كيجي بحال هكا مخدوم بلونتيتاج ونصرحوا لهم هذا الكري ديالها والله ما يعطيك كيفاش كتجي شوف شوفي لي البنات الورده هي ديالو كيفاش هذه الورده ديال السيدي تبارك الله دايره فيها ثمن زوين ان شاء الله هذه شوفوا لي البنات اللوينات فيها الباش ديالها فيها السيان فيها الكرونه فيها اربعه اللوينات والباش طوب ديالها ان شاء الله طوب ديالها دايره فيها واحد الثمن اللي خطير اليوم هي هو ان شاء الله اللي كانت ب 50 درهم 45 درهم اليوم غنخليها لهم 38 درهم ان شاء الله يا سلام يا سلام يا البنات 38 درهم البروكار بهاد الجوده عطيني الفيغ او ديالها يشوفوا شوفي لي الفيغ او في الخديه الصغيره تتحمق هذه الناس اللي كيبغيو هكا سيجورات وصالونات صغار شوف كتجيب هكا هكا اختي ها هي دايره السلعه ديال مواليها بالصحه والراحه وراه خداوها البنات باكثر من هاد الثمن اللي كم نتوما 38 38 قلنا 38 درهم فوالا غادي ندوزو للزواقه الثانيه ندوزو لهاد الزواقه هادي شي حاجه زوينه حتى هي شوفوا فيها طربه بياس البنات كتمشي لي كوردوني فيها ثلاثه اه هو شوفوا البلو المغرب كيحمق الباج طوب خطير ديالها الورده ديالها الورده ديالها بحال الشكل ديال العوينه شي حاجه زوينه تبارك الله شوفوا لي البنات تبارك الله طربه بياس هاد الثاني قلي شي حاجه واعره مخدومه والسقلي كيكون منسوج شفتوا مش عارفوا مخدوم معاه ماشي كيطيروا ولا شي حاجه لا والو البنات صبني وردي شوف ما بقاتش ديك السلعه ديال دابا تبارك الله كاينه الكاليتي وكاين الثمن زوين البنات الخديه ديالك باش كتجيب بحال هكا فاصل اخر كيجي بحال هكا الورده كامل وانتم تيبقى لكم بيان سور الاختيار شوف السيال ديالها السيال ديالها السيال ديالها شوف شحال غزال وشحال مبين اللوينات فنه شي حاجه واعره والثمن اكيد فيه ثمن زوين شوفوا لي على طروا بياس ديما هاد الزواقه راه كندير 60 درهم اليوم 65 درهم اليوم راه غتبقى للكليان ديالنا 49 درهم ان شاء الله يلا اختي عطيناكم 38 عطيناكم 49 ديما في البروكار اللي كيوصل حتى ل 55 درهم غادي نبقاو دائما في الموديلات الجميله هذا ها هو ها الزواق كيدخل مع الاورونج هنايا كيجيو جوج ديبارات ديبار الاول وديبار الثاني كيجي هذا نسال الاورونج باش كتهرس الخديه ديالو الله يعطيك الصحه بالنسبه للخياطات تبدا عندكم من ماشي مشكل خياطه اي كليان جا راه كنتفاهموا معاه نتفاهموا معاه الثمن مزيان ونعاود نقول لكم اللي بغى تخيط مرحبا واللي ما بغاتش اختي هزي الثوب وكسيري الدنيا هانيه آه. حنا على الشوا ديالكم اللي بغى الثوب يخيط راه مرحبا اللي بغى يدي الثوب راه الله يعطيك الصحه كاين عندنا هذا البروكار هذا ديال الاش واش حاجه زوينه في الباج ديالو الاش اللي هو هذا شفتوا البنات ها هو النواغ ديالو لان فيه هذا السيل شكل ديال هذا ديال الاش وفيه الوريده كتجيب النخيلات اللي ما كيبغيش الورده البلديه فيه الباج ديالو فيه هاد البلوجي وفيه هاد الباج طوب ديالو الباج طوب ديالو فيه حتى النواغ تيحمق الباج طوب ديالو باغمي لي كولوغ الواعرين واللي كيبقاو كلاس بالكلاس الباج طوب تبارك الله كيفاش داير السامبل ديالو ها هو السامبل ديالو الورده ديالو ها هي هي النخيله شفتوها ونوريك كيفاش كتخدم كتخدم دو فاس كنديرو فاس لور هكا فاس ورده بحال هكا وهذه باش زوينه ما فيهاش بلا ما تخدمي باتشورك لان كتجي روميه تجي سامبل روميه كامله تجي زوينه الله يعطيك الصحه فاس ورده هنا فاس الميطه هنا تقدري ديري الميطه باش ديري العكس كديري العكس بيان سور وفيها حتى النواغ شوفوا لي الكحل ديالها تيحمق الكحل راه ديجا مخدومه فيه واحد الخديه شوفوا لي الاش الكحل ها هو الميطه وبيان سور الانو ديالو كيجي فيه الغماج فيه الديكراتي ديال الكحل داخل فيه ديما كتكون منسوجه معاه السقليه البنات وبيان سور الوريضه النخيله يا اختي ديالنا شوف تتحمق ونوريكم الخديه مخدومه باش تشوفوها ها هما طوا بياس الخديه ديالو كيفاش كتجي تشوف الانيات كيجي الاني في الجناب وكتجي الورده بحال ما هكايا برافو وكيجي الفاصل الاخر ورده بحال هكايا ورده تحمقاتني لان كتجي رويميه وغزاله وصلنا للثمن ما كاينش 60 درهم ما كاينش 65 درهم
يبقى الكليان ديالنا اليوم 49 درهم ان شاء الله. 49 درهم اختاري اللي بغيتي انتي اختي، حنا باقي 49. بغيتي تخيطي الثوب؟ مرحبا. بغيتي دي الثوب؟ الله يعطيك الصحة. فوالا ما قالش لكم حتى كلمة العيبة البنات، حنا نخليو الناس كاملين على خاطرهم. غادي نبقاو دائما في الموديلات الغزالين ديال بروكا، وغادي ندوزو اكيد ندوزو لهاد السلعة هادي، شنو شي حاجة زوينة وفيها ثمن خطير البنات. وفيها هذا الازرق ديالها، هذا الازرق الملكي البنات، زون الازرق الملكي، الوردة البلدية فيها الخضر الملكي وفيها لو بوردو. اييه شي حاجة زوينة والثمن زوين، وتا هي كتجي تبارك الله كلها كترتي. شوفوا لي مسقلي، شوف هادو طلامط ديال ولاد الشعب، الناس اللي بغاو شي حاجه رخيصه الشعب وفيهم ثمن مزيان. هادو السماره كديرها 45 درهم 50 درهم، راه اليوم غنخلي الكليان ديالنا ب 30 درهم ان شاء الله. الله 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 الله، 30 درهم. واذا وعد وفى، قال لنا غندير لكم البروكر من 30 درهم، وبصح بداه من 30 درهم. اختاري لي الخضر الملكي، الازرق الملكي، وزيديك حتى البوردو. نبقاو دائما البنات في البروكر ودائما في 30 درهم، وغادي نخرجكم لواحد الهميزه خارجه على برا كتبرد وكتغربه. شوفوا لي البنات البروكر كيحمق غزال فنيون ديال الناس الدراوش اللي بغاتها كتفرج، وتيجي حتى لو مونطون ديال لو سالون ولا سيجور ديالك رخيص. فيه الباج طوب البنات بهذه الزواقه ديال شنو نسميوها، نسميوها ديال الزيكزاك. فيه الباج طوب، فيها البنات الخضر الملكي، فيه هذا الباج الذهبي، وفيه الكريه البنات. غير 600 ريال اختي، اختاري الزواقه واللون اللي بغيتي. اجي تشوفي الزواقه الثانيه، حتى هي اكيد فيها لوينات. كاينه البنات هاد الكري، كاين الازرق البلو نوي اولا البلو ماري باردون، كاين هاد الباج هذا الطوب، وكاينه اختي الخضر الملكي. واللي عجباتك البنات بغيتي تخيطي عندنا مرحبا بك، ما بغيتيش انا غنعاود نقولها خيطي فين بغيتي، اجي خذي الثوب هاوته وكيبقى لك الاختيار. حنا اللي علينا انا نديرو معاك ثمن زوين و 600 ريال البنات. زوينه آه. في الريشه فيها الباج طوب ديالها هو طرو بياس، فيها البلوجين حتى هو طرو بياس، فيها الباج ديالها حتى هو هذا الريشه، لان الطوميطه اولا باردون الخديه كتجي فيها هذا السيل الخديه ديالها مخدومه ها الباج ديالها، وهذا فيه الجاكار هنايا شفتوا، والغماج دائما كما تنقولوا الايني كيجي فيه داك الغماج اللي تخدموا به البلوجين ديالها. البلوجين ديالها ثاني اللي كيبغي البلوجين ديالها حتى هو كاين. دونك قلنا الباج طوب البلو جين، كاين الباج كلير، وكاين الفيغ اولا السيال خفيف، السيال وكاين النوار، نعطيهم النوار. هو هذا واعر كيطلع فيه النوار. شوف 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 شوف، بغيتي تدخلي معاه بغيتي تدخلي معاه الدوغي دخلي معاه، بغيتي تدخلي معاه الباج طوب دخلي معاه، بغيتي تدخلي معاه لا كولور اللي دابا دارت طوندونس اللي هي هاد القرعي اولا هاد الغوج بريك، تيجي اخطر من واعر. شوفوا لي تبارك الله الفرماجه خدموها هكا بهذا الديغرادي اللي كيجي فيه هكا الغماج، وبيان سور الخديه. بغيتي خديه كبيره خدميها، بغيتي خديه صغيره ها هي صغيره ها هي ديال 70 كيجي الفاصل اخر هكا ورده. شتي هذا الرومي ما تتحريش مع طلامط روميين، تتخدمي بهم خديه كامله. كاين البلوجين ديالها ثاني هو البلوجين ها، واخا خديه صغيره درت ليها لسانات. كاين الباج ديالها، نعطيك الباج ديالها مخدوم تاعها واكيد غادي نوصلوا للثمن، كلشي كيتسنى الثمن، غير تسناك ديالي حنا جاي. كيفاش داير؟ شوفوا ما شاء الله. هو دونك الثمن ديال 60 درهم 65 درهم، راه قلت لك 49 درهم ان شاء الله، حتى هي غتبقى ب 49 درهم. شوفوا البنات 49 درهم اي طابلو عجبكم من هذا الشيء كامل اللي وريناكم دابا، ثلاثه الزواقات اختاري منهم اللي بغيتي 49 درهم. غادي ندوزو مع المطلسي اكيد، اجي 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 ورينا خويا المطلسي اللي داير لنا طوندونس وطالع لينا في السماوات، وغندير لهم فيه واحد الثمن اللي خطير. يلا اسمع هذا المطلسي فيه هذا السيال هذا، هذا شوف باش كنقولوا المطلسي البنات شفتوا شوفوا تبارك الله السلعه، شوفوا السلعه كيفاش كتجي. شوف هذا الكري هذا كيجي 3 بياس، 3 بياس الكري ديالو ها هو. شوفوا الكري هذا الباج ديال 80 ديال 80، وهذا الفيرو غندير واحد الثمن اللي خطير ان شاء الله. اسمع اسمع ها هو شوف شوف تبارك الله بون بشي حاجه واعره. ما طلعت البنات اللي كنتي فيه بعضهم ديالو ها هو ديك لا ليزيير شفتو ديالو تبارك الله. شوفي لي شوفي لي يعطيك 3 دي هذا شفتو، شي حاجه واعره. الارضيه كتكون ديما برونز. شوف تبارك الله كيفاش دايره الورده، شي حاجه واعره الخيال. الورده ما عندكش كلها، كلها كتجي ثوب عامر فهمتي، ما كتجيش فيه الخويه ولا كيجي كامل عامر. كيفاش كيجي بحال هكا شوفوا تبارك الله، هذا راه تحل فيه لي حتى مطروز، تحل فيه لي حتى المطروز هذا الكالدو ديالو ما شاء الله مخدوم بداك الغوج بريك. كاين هذا السيال ديالو ها هو مخدوم اييه ها هو البنات، هذا مخدوم بالبوردو ها نعاود ندور لك الورده. اييه الورده كتجي سامبل دوك فاس هكا وفاس هكا، وتبارك الله انتم غادي تختاروا اللي بغيتوا. الفيغ او تيحمق هو هذا شفنا هنايا، وفيه البيج طوب وفيه الكري، الكري حتى هو
حديت ولا حرج. هو اللي سبيراتو هو فيه خديه مخدومه. هالكريه انت اختي شوف نوريكم خديه في الكري كتحمق كتهمق كتهمق كتحمق هاك هاك يا لاله مولاتي. شوفي لي الطابلو يا اختي الثمن ديال المطلاسي. هذا كان ب 80 درهم باش كنا كنبيعوا غنديروا فيه واحد الثمن للمتبعين ديالنا مناسبه العواشر. مناسبه العواشر كنخليو لهم ان شاء الله ب 65 درهم. 65 درهم اختي ناقص 15 درهم بلا ما تقول لي راهي قليله. راه ملي كضربيها في 10 متر كتعطيك 150 درهم وزيدي 20 متر كتعطيك وانت طالعه وانت طالعه. الله يعطيك الصحه ناقص 15 درهم في المترو واختاري اللي بغيتي. نبقاو ديما في المطلاسي البروكر مطلاسي مطروز هذا تا هو من الاواخر البنات. صاري صاري شي حاجه واعره نعاودها البنات. بروكر مطلاسي مطروز شوف زواقه الاخره شوفوا لي الزكاه ديالو تبارك الله كيفاش وي 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 راه هذا بوحدو تيخدم كان 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 كيتشرى وكيتخدم المترو. شوفوا دابا كي داير تبارك الله كيفاش دايره هذا فن الناس اللي خداو تبارك الله. شوف كي داير شوف شوف البنات هانتم هذا الكري في الصاري وهذاك الايني ديالو كيجي جاكار في الباس ديالو هذا تحمق هو تو ضرب بياس كاينه خديه ديالها هي. شوفوا تبارك الله فاس بحال هكا كيكون صاري الله صاري كامل وفاس الورده هنايا كاين ها هو هذا مخيل الفيرو ديالو مخدوم عجبتني تبارك الله. عندنا نصف الورده هنا والنصف ديال كلاس فاس الاخر كله كيجي كيجرومي جرومي بحال هكا ما شاء الله حسب الستيل اللي بغا بصح سا ديبون. وريني هذيك الخديه الفاليزه ديالهم خداتي شوفوا الستيل الفاليزه اللي دارت طوندونس هذه البنات هذه كتجي خطيره. ولا بغيتي تدخلي عليها شيلون دخلي عجبني ذاك المارو اللي كاين تما في ذاك كاين المارو مدخلين شوف كيفاش كيجي. شوف لي دابا هذا الباج باش نهرسوه ندخلو معاه الماغونجا خطير. وديما الباج تنقولو تيدخل مع الخضر الملكي تيخضر مع باج طوب تتخدمي بالبوغدو تتخدمي بالخضر الملكي. الثمن اليوم البروكر هذا راه كان 90 درهم راه اليوم غندير فيه واحد الثمن اللي خطير ان شاء الله للزبناء ديالنا غنخلي لهم 75 درهم. 75 درهم مطلاسي مليح صبان ورد ما يتنتف ما والو حتى هو ناقص فيه 15 درهم. لا اليوم الفابور الفابور البنات شي حاجه واعره في المطلاسي صبان ورد اخر ما كاين في المطلاسي هو هذا وصبان ورد ها انت اختي جماعه لا لا تبارك الله تتهضر على راسها ما شاء الله تبارك الله مزيان تبارك الله. هذا اللي خداته ما غتندمش لان راه السوق وفي بلايص اخرى راه كتعرفوا راه كيدير 120 درهم اليوم ثمن هرس دك دك الله يعطيك الصحه. هذا عندي هذا الخضيطر هذا واعر داك الفيغو هذا موديل خطير هو عندي فيه هذا كاين هاد الفيرو كاين بروكار البلاصه بروكار هذا بروكار بس قال لي شي حاجه واعره بالصم دونك بالصم شي حاجه واعره فيه البيج ديالو ها هو اختي البيج ذهبي فيه هاد النوار ديالو ها هو الفيرو تيحمق والنوار راه مخدوم عندي انا غنوريك او فيه هاد الفيرو هذا شوف الكحيحل ديالو تيخلي بالعقل النوار ديالو تبارك الله كيفاش داير دخل معاه الغوش بغيك حيت قلت لكم راه هو دابا اللي دار طوندونس الخديه ديالو ها هي حمقني هذا عرفتي تو بوغساله البنات شي حاجه واعره تبارك الله شي حاجه بغات زعما اختي غتحتاري نكذب عليك اللي حضرت هنا غتحقق ما شاء الله الخديه ديالو ها الطوب ها الفيرو صوريني من التاريخ ديالو غادي نوريكم الداري راه وريت لكم في الدخله هذا هو الجديد اليوم صبر غنحيدو هذا هنا خدمتوه بالمطلاسي المطلاسي فيه مضم على الوسط اييه ولافاليز ديالو كيجي زوين شوفوا البنات هو هذا الفيغ هو هذاك اللي وريناكم الفوق ديالو هذا كيجي فيه واحد الغماج في التروازيام ديالو واعره البنات شوفوا لي كي كيجي شفتو فيه بحال وليدات وريقات ديال الشجر وبيان سور الخديه راها كتجي ورده كبيره هنا خدموها بالستيلات ستيل فاليز داروه في هاد ديلافي. بالنسبه لهذا واش كتبيعوه للمترو ولا كيتخدم؟ انا كنخدموه كيتخدم وكيبقى عندكم ان لارج شوا البنات في الشكل ديالو يعني واش تخدم هكا بستيل سبوله ولا فيه يعني كتالوج فيه ستيلات وكتالوجات. دونك غندوزو للثمن الثمن ديالو بهاد الصيلات 90 درهم 85 درهم نشوف النواغ ديالو خطير هذا نشوف النواغ ديال هذا واعره هذا الشيء داك السي اللي قلت لكم ديال هذا حمقني هذا غزال شي حاجه واعره وشي حاجه جديده هذا بحال شكل فيرزاتشي حتى هو اخر ما كاين شوف خديته كي دايره
شوف بروكار ديال 90 درهم راه اليوم عندي فيه ثمن خطير هو 70 درهم ان شاء الله. هذا غيبقى غير ب 1400 ريال البنات. يلاه البنات شوف ديال الصم والله ما كاين هذا الثمن هذا 70 درهم 1400 هذا شوف اثمنه ديال بنات الشعب ديال الناس الدراوش بغينا كل شيء يفرش. لا لون كاين السيفلون ولكن مخدوم يعني بروكار اللي حتى في الملبس زوين حتى في الملبس ديالو يا سلام. طروه بياس شي حاجه زوينه. انت اختي شوفي لي الارضيه بروسه تحمق دونك غيبقى غير ب 1400 ريال. غادي ندوزو ديريكتومون مع المبره اللي فيها ما شاء الله تبارك الرحمن الله ما شاء الله مصول ديال تركيا شي حاجه واعره فيها الشوط. شوفي كنت كنبيع 160 درهم 170 درهم اليوم راه فيها واحد الثمن خطير قل من راس مال ديالها راه كنخلي الزبناء ديالنا اليوم 100 درهم ان شاء الله 2000 ريال البنات المبره. شو المبره تبارك الله كيفاش كانت كدير 3600 ريال ناقصه فيها 80 درهم في المترو. واش سمعتوني ولا لا؟ ناقص 80 درهم في المتراج. شو الخديه تبارك الله كيفاش دايره شحال كتعطيك علاش كيقولوا لها طروه دي لان فيها الغماش تعطيك كاع الالوان. شوف شو على بوغدو شو على بوغدو كي داير شوف شحال من لون. شوفي لي اختي شوفي لي المبره ما شاء الله تبارك الرحمن كل وحده في اللون ديالها الازرق الملكي. وشوفوا هنا شتو كتعطيكم غير الالوان كاع الالوان كتحمق. كاين فيها البيج الفوقاني ديالها كاين هاد الكرونه هو الايني ديالو تيمشي مع الايني ديالو خطير. كاين هذيك طروه بياس كاين هاد التحتاني شي طروه بياس. شتو البنات هذيك كيفاش كتجي خطيره الميطه ديالها. دونك دائما تيدخل معاهم الايني الثمن غير 100 درهم. غادي ندوزو لهادي هادي ولا هادي ما شاء الله كلهم واعرين مستحيل بقايا الثمن اللي درت ليها انا. يلاه اليوم هرس دقدق غادي ندوزو لهادي محبوبه الجماهير اللي عندها اكيد شي حاجه زوينه كيما قلت في الاول فيها الباج الطوب ديالها تاريخ الباج فيها السيال شي حاجه زوينه وزواقه جديده. شوفوا البنات هاد المبره هادي بهاد الشكل وهاد الديزاين كيجيو فيها 3 بياس البنات اولا 3 كوردوني فيها الباج ها هو فيها الغوج بريك تاي حمق يا البنات تسطي وفيها هاد الباج طوب خطيره والسيال فيها هاد السيال هذا هو ديالها زوين. شوفوا شوفوا داخل معاه البوق وريكم باش تعرفوا. شوف كيفاش داير تبارك الله. ها انت اختي غير تضرب وحده هذه بحال الشعله واعره 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 والزقلي راه مخدوم معاه راه الكليان راه ما يخافش من الزقلي يقول لك تنسر وشحال راه من جوج معاه ماشي ديك اللي كدير لها هكايا وكتفرتي ماشي ديك المبره اللي كتكون في السوق كتقيسها بحال ما هكا والله كتبعها كتبعها لا والو تقول هذاك الصحاب. شوف هذاك الشيء راه كاليتي شي حاجه واعره. دونك فيها اربعه ديال اللوينات الثمن ديالها اليوم الثمن ديال هذه اختي راه كنت كنبيع 130 140 درهم راه درت لي واحد الثمن اللي خطير اليوم هو 110 درهم الكليان ديالي خليها لي 110 2200 ولكن شوف تخيلي معايا صالونك فهاد لاكوله ما بغيتيش اختي خدي ليا الباج ما عجبكش زيدك حتى الباج الطوب واكيد كاين السيال. عندي الزواقه الاخرى حتى هي ها هي فيها الباج نفسها نفس الثمن حتى هي 110 درهم ها هي فيها الباج مفتوح ديالها. هذه عاوتاني شوف دائما الورده وتيمشيو معاها لي كوردون كاين الباج كاين هاد الكريك كاين هاد الباج هذا هذا باش فونسيغ تاع شوف الخدمه ديالو تبارك الله كيفاش دايره فيها جوج دي بار راه جينات حماقي راه شي حاجه واعره مبره داويه على راسها راه شي حاجه المبره عندها تاريخ دونك مثلا وشي حاجه مليحه كاليتي شي حاجه ناضيه راه كنهضر لكم الخلي ديالها راه من جوج معاه ماشي كيطير ولا شي حاجه. هذا عاوتاني موديل اخر واعره السلعه مخدومه داويه على راسها. شوف دخل معاه البلو يا سلام يا سلام يا سلام يا البنات البلو الخديه ديالو ها هي المخده ديالها في السيال شوف كيفاش كتجي. شوف تبارك الله المخده في السيال تبارك الله كيفاش كتجي وهي فاس 110 درهم 110 درهم راه ما كاينش 130 درهم ما كاينش 140 درهم الله يعطيك الصحه 110 درهم. شوفوا البنات والله تهلا فيكم اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن ملي تنقولوا الهوته في المبره اجي نوريك اجي نوريك اختي المبره الغزاله والفنه واللي كان الثمن ديالها تيوصل حتى ل 160 درهم درنا لها في اخر فيديو البنات 90 درهم هاد المره بقاو فيها غير جوج لوينات وكونتيتي قليله داكوغ. هاد الشيء اللي كاين هنا هو اللي بقى فيها الكري وفيها البوردو لونين فقط وهاد الكميه اللي كاينه. قال لي مجيد شحال غنديروا ليها جميله قلت له ماكش دير لها غير شي 70 درهم قال لك لا لا والله ما يحيدها الكليانات جميله العزاز 70 درهم المبره البنات. يلا اختي هادي راه ماشي ليكيداسيون هذا راه الحماقه البنات. يلا اختي هادشي اللي كاين عاود نقول لك الكرونه ودائما السقلي تيجي فيها البنات منسوج معاها داكوغ. يلا اختي 1400 درهم حتى الخوامير ريدويات ريدويات ديال بيت النعاس عندنا خيال عندنا كلشي الريدو ديال بيت النعاس البنات كيكون
ماط يعني ما تيدخلش الضوء. هذا فيهم انواع واشكال بصراحه. هذه اللي دخلت تقول عطيني داك اللي ما تيدخلش الضوء هو هذا. هذا سميتو الخيال لان فيه هذا الغماج. شوف لا ما كنشوفكش اخويا والله ما كتبان بصح انتم البنات. والو تيدخل تقطه ديال الكولور ديالو فيه الباج. فيه الديك غادي ديال البيج. فيه البيج باش طوم الباج كلير والباج بيون ثلاثه ديك غادي ديال البيج. هاد الخيال غيبقى الثمن ديالو. الثمن ديالو كنا كنبيعو 90 درهم 80 درهم. اليوم المتبعين ديالنا ب 70 درهم 70 درهم من الاخر البنات. شوفوا راه فيه اربعه. فيه هذا هو الكلير فيهم. تابعوا هذا تابعهم هذا عاد الباش طوب هذا يعني اربعه ديال لي بيس سكريني. هذا لولا حاجه واعره شي حاجه غزاله. شو تبارك الله كيفاش دايره. هذاك هو اللي كتخدموا به حتى لي ستور. لي ستور كلشي كنصايب حتى البنات كيجي. شوفي هاد الذهبي هذا. اييه كاينه هاد الزواقه وكاينه هاد الزواقه. فيه هذا كاينه هاد الزواقه الثالثه. فيه البيض والذهبي. هذا الذهبي هذا حتى هو بيض. اييه شوف كتجي في الابيض. السلعه كنديرها 90 درهم راه اليوم راه 70. شوف الكري ديالها حتى هي غتبقى غير ب 70 درهم. 70 درهم. يلا اختي اختاري. فيه الباج فيه الباج اللي بغاتو بايتي واللي بغاتو مات هكا. داكوغ اللي بغات شتو لولا كي داير 1400 البنات. يلا اثمنه حصريه واحد الصول خطير. يلا اجي معايا اجي معايا اجي معايا. ها انتم البنات راه كاين ريدويات من هنا. اجي 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 شوفي انا تابع الصول فين ما كاين الريدو ومن هاو تانا كاين. هي كدير 60 درهم هي اليوم غتبقى للزبناء ديالنا ب 45 درهم. هادي ها هي 60 درهم. شوفوا البنات هادي راه ماشي ديال 30 40 هادي راه الاخر الزواق الاخر. شفتوها هادي ها هي الفراشه باش تعرفوا كتجي من هنايا فيها هاد الشنيف هذا. وكاينه هادي حتى هي فيها الديكغادي فيها الكارتي بالصفر والبيض. وكاينه هادي رقيقه عاوتاني داكوغ. ها انتم شوفوا كيف كتجي من الفوق. ها شو دابا كيبان ها هو هادو اللي كيكونوا هكا ترونسبارون اللي كيمشيو لينا مع اي صالون خديتي. اي صالون يمشي اي صالون ستوندار مع اي لون كيمشي. هذا الباج تيجي غزالين 45 درهم عوض 65 درهم. وهادو وعندنا خاميه مطروزه ثاني شي حاجه واعره الجديد. خاميه مطروزه شوف خاميه ديال المطروز هذه معروفه. خاميه ديال 130 درهم 140 درهم. اليوم راه غندير لك الزبناء ديالنا. يلا هرس دك دك 100 درهم صافي اختي راه المدرسه قلت لكم باغي يخوي المحل كامل. يلا اللي جات تدي لها وتا البنات 100 درهم. 100 طروزه من الفوق حتى للتحت درهم كلها عامره كامله. شتي البنات كي كتجي هذه راه معروفه معروفه خاميه المطروز. ومن التحت كيجيو فيها دوك هكا. عندي واحد السيد ديال واحد الخاميه ديال تركيا جديده ثاني جديد اخر ما كاين اللي كيبغي شي خاميه سامبل ثاني. اييه شوفي هذه الباج شوف هذه كثيره سالف تما. ها انتم كاين هذا الباج هذا ها هو ديكرادي جوج لوان. كاين الباج لون واحد ها هو تبارك الله. هذه غير بوحده راه ما بقى دابا داك الستيلات وداك الشيء كديري خليها زوينه بوحده. الدوري فيها الدوري ثاني شي حاجه زوينه اخر ما كاين. ها شي ما هي ديال تركيا شي حاجه مخدومه شي حاجه واعره. شوف الكودابر ديالها شي حاجه زوينه. هاد شحال غيبقاو الثمن ديالهم؟ هاد السلعه راه كندير ليها 90 درهم راه اليوم غنخليها للزبناء ديالنا اليوم ان شاء الله ب 70 درهم. 70 درهم يا اختي من الاخر مهدي قال لي مسكين من الاخر اخر ما كاين. الله يعطيك الصحه. واكيد وعندي ثاني واحد الهوشة ديال الخاميه الريدويات اللي ورينا دابا ديال فيرساتشي. السلعه ديال 60 درهم راه نخلي الكليان ديالي اليوم ب 40 درهم. يلا اختي 40 درهم لا غلا على مسكين. ها نشوف خاميه تبارك الله كي داير يعني غتجينا تاخدي فرشي دارك كامله سيجور صالون. شوف شوفي هذه شحال واعر. هذه الفيرزاتشي خطيره خطيره خطيره. عزل الخوذ 40 درهم. فيرزاتشي من التحت فيرزاتشي من الفوق كل هذه السلعه. هذه عاوتاني شوفي الوريدات شحال خفيفه تري كلاس. هذه غزاله زوقها على ثلاث المرات. شوفي لي عاوتاني هذه 40 درهم. اختاري اختي سكريني وسكريني والبنات. فهمت شوفيني شوفي هذه عاوتاني فيرزاتشي ثاني. ها هي كاين الشبكه. هذه الشبكه في الذهبي في الصفيفر. كاين الباج كاين الكري. نبغي لكم هكا باش تشوفوها سمح لي. السلعه كامله 40 درهم. 40 درهم هادي. وكاينين هاد اللوينات كاينه اللي خدات مثلا صالون فيه الكري. ها الكري اختي شوفي كلشي كاين. واكيد ملي غادي تجيو راه غادي تكتشفوا اكثر واكثر. دونك شكرا بزاف مجيد الله يعطيك الصحه.
كتحلوا جميع ايام الاسبوع ما عدا الاسبوع ان شاء الله. حنا دابا حالين ديما يوم جمعه هذه السيمانه حالين يوم دونك هذا الاسبوع غادي يحلوا كامل مع الدخول المدرسي والعواشر فوالا كلشي حال. الله يعطيك الصحه. كتحلوا من 10 ونص حتى من 10 ونص ل 10 وما تيسدوش اونتر ميديو 14. هكا نكون وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا لكم كاملين، ما سخيتش كما ديما ولكن هذا هو الجهد. شكر خاص لمتابعي قناه جميله اونلاين، رجال نساء وليدات صغار كبار الحمد لله كيتفرج فينا العائله كلها. شكر كذلك خاص لافرشات الاخوين كاع الناس اللي كيديروا لنا ميزات بكود جميله اللي الله يخليكم. حنا دائما مازالين في الصوره ومازالين موجودين. ما تنساوش تابعونا في انستغرام وحتى في تيك توك جميله اونلاين. غادي نختموا بخير الكلام اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ديما في القلب ميم ميم اندرو سيغ ماشين. تنحمق وتنموت عليكم. الله يحفظكم والله يخليكم ليا. كنعتذر على الصوت ديالي ضربني شويه ديال البرد ولكن الحمد لله على كل حال. يلا دخول مدرسي ان شاء الله بالصحه والسلامه لكم لوليداتكم العائله كلها، واكيد ذكرى مولد نبوي شريف تدخل عليكم بالصحه والسلامه. خليت لكم راحه. باي باي.